تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز الفاروق بجدة من ضبط مصنع للخمور في استراحة بحي الحرازات، حيث وجد بالاستراحة 7 أشخاص من العمالة الوافدة وامرأتين تحت إدارة عامل من الجنسية اليمانية يقومون بتصنيع الخمور وتوزيعها داخل مدينة جدة وبعض القرى المجاورة لها، وحالت يقظة رجال هيئة الفاروق دون توزيع الخمور والعرق المعد للبيع. وعلى الفور توجهت فرقة مختصة من هيئة الفاروق برفقة الجهات الحكومية المعنية وداهمت الموقع وضبطت ما يقارب من 60 برميلا من الخمر بسعة 250 لترا جاهزة للتوزيع، إضافة لما يقارب 500 قارورة جاهزة للبيع بسعة 1.5 لتر وعدد 5 من السخانات الكبيرة المعدة لهذا العمل، حيث تم تسليم المقبوض عليهم للجهات الأمنية.